السلام عليكم، مرحبا بكم جديد دائما على قناة كريمة الحاج، وفيديو جديد ومحل لا غيزون هوم، المحل اللي تعودتوا دائما انكم تشوفوه عندي في القناة. اليوم غندير لكم جولة جديدة لان المحل جاب الجديد اولا، ثانيا غيكونوا دي سول وغيكون كود برومو كريمة الحاج على بعض لي زارتيكل اللي غنكتشفوهم في الفيديو. غادي نشوفوا جميع الاواني اللي كتعلق بالمطبخ، سواء اللي كتخدموا بها في الطياب ولا التقديم المائدة، بمعنى الاواني بريستيج. غيكون عندنا الطبيصلات، غيكون عندنا لي سوبيير، غادي يكون عندنا حتى الاير فراير بما انكم كتطلبوها دائما. اليوم جبت لكم الجديد ديال الاير فراير اللي فيها جوج ديال البلايص، بمعنى ممكن تستغلوا الوقت وتطيبوا بسهوله. لي بلاك حتى هما راه كاينين عندنا، عندنا لي ميكسور، عندنا لي هاشوار، عندنا بزاف 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 ميت شاف غتكتشفوا في هذا الفيديو. محل كيخدم طيله ايام الاسبوع ما عدا يوم الاحد، من 10 الصباح حتى 8 ديال العشيه كيديروا التوصيل لجميع المدن. المحل كيتواجد بالولفه حي الوئام، غادي نخلي لكم لادريس مكتوبه هنا. ما نطولش عليكم، يلا نبداو على بركه الله. السلام عليكم سي رضوان. سلام لك عليك، ومرحبا ومرحبا بالناس المتابعين ديالك. لا لا خطيك، اللي عزاز علينا وكيشكروك في الصحه ديالك بزاف. لا لا خطيك، مرحبا بهم في ريزون هوم. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا الجديد، كيف قلت لهم في التقديم غادي نشوفوا الجديد في لي سوبيير، نشوفوا لي 36 بياس اللي دخلوا جداد، كل ما كيتعلق برمضان غادي نشوفوه اليوم. بسم الله رمضان وبالمائده المغربيه اللي كتكون فاطمه متوله في رمضان ان شاء الله. حنا وجدنا لهم معنات باش يتولوا ديك الطبيله ان شاء الله، وحتى وفرنا عليهم الادوات اللي ممكن يخدموا بهم في الكوزينه ان شاء الله. المائده المغربيه ديما تساوي الحمد لله، ديما تساوي الاكيد. الو غادي نبداو بهاد الطبيله اللي وجدتوها، انا عجبني الحال لانك وجدت بزاف ديال الطبيلات، بزاف ديال الاقتراحات ان شاء الله. عده اقتراحات كاينين الحمد لله على المشاهدين والمتبعين ديالك الله كريم. لا لا خطيك، الوغ اليوم غادي نشوفوا، غندو لكم بلي 36 بياس هما الاولين الجديد ديالهم، لان لي 36 بياس راه كاينين 36 قطعه في الطبيصلات موجودين بزاف منهم. وانواع هذا الموديل اللي دخل جديد اخر ما كاين، اخر ما كاين في 36 قطعه، 36 قطعه ان شاء الله. غادي نوريو للمتابعين لكن اشكال اخرى، نشوفوا الشكيلات الاخرى اكيد. الوغ بالنسبه لهذا الشكيل، هذا هو اخر شكل دخل فيه 36 قطعه كيف ما تنقول، او 36 بياس. غادي يبقى لكم 800 درهم، ب 800 درهم في البرومو ان شاء الله، في لا برومو بطبيعه الحال لانهم دايرين ثمن اكثر من هكا. ولكن اليوم ان شاء الله غتشوفوا اثمنه في المتناول، لي 36 بياس ديال 800 غنشوفوا حتى ديال 550 درهم. 550 درهم راه الحمد لله في المتناول، حتى هما راه كاينين. الوغ هاد الطبيله غادي نعاود ندير لهم واحد التذكير، بالنسبه للطبيله راه فيها طبيصلات اللي كيديروا 800 درهم فيهم، هذا ديال الزفه، هذا ديال الزفه غير باش نكون واضحه معكم. كتجي الحطه ديال 12 فرد، حيت 36 قطعة راه الحطة ديال 12 فرد، بمعنى ثلاثة طبيصلات كيجيو كل فرد. هادي لا سوبيير اللي دوزناها لكم المرة اللي فاتت، اللي فاتت ونعاود نذكروا بها المتبعين ديالك. علاش كتشوفوها ديما حاضرة؟ حيت عليها الطلب، عليها الطلب وطلب كثير والحمد لله ديما في جميع المدن المغربية، جميع المدن بما ان المحل راه كيدير التوصيل لجميع المدن. الوغ هادي كتمشي مع الست ديال الزليفات، كيجيو بهذا الشكل مع الست ديال الطبيصلات مع الغرفة ديالها، بمعنى 15 قطعة، 15 قطعة كنحسبوا الغطا وكنحسبوا حتى المغرفة. الثمن ديالها غتبقى 240 درهم، نفس الثمن اللي كاخذها المشاهد دائما، نفس الثمن اللي هو 240 درهم. وغادي نمشيو نوريكم لي 36 بياس اللي كيمشيو بنفس الثمن، عاد غادي نوريكم الموديلات اللي كاينين في لا سوبيير غيخليكم معاها. الوغ بالنسبه لي 36 بياس، الناس اللي غيسولونا عليهم، هادو طبيصلات كيمشيو 800 درهم، عندنا فيهم بزاف ديال الزواقات. الناس اللي تيبغيو اللوينات كاين هاد لو موديل، كلهم فيهم نفس العدد 36 قطعة. الناس اللي عشاق الدوري عندنا هاد لو موديل حتى هويا، عندنا هاد الزواقة يمكن هي نفسها، فوالا هادي نفسها هي اللي محطوطة هنايا. اي ثلاثة من الصغير للمويل الكبير، من الكبير غير باش تشوفوا الأحجام ديالهم هما هادو. ألوغ بالنسبة للموديل الثالث في هادو اللي حطينا دابا، كاين عندنا هذا، الناس اللي تيبغيو شي حاجة سامبل في الأبيض وفيها هذاك البيج توب، هاد اللون راه فيه بزاف ديال الزواقات. عندنا هاد الزواقة الأولى، عندنا هاد الزواقة الثانية، وعندنا هاد الزواقة الثالثة. الوغ ثلاثة الزواقات كيمشيو في هاد اللون، فيه الابيض والبيج توب، والثمن ديالهم هو 800 درهم دائما. عندنا عاوتاني اللون الثاني ديال الزواقة الأولى اللي وريناكم دابا، الوغ كاينة هذيك الأرضية في الزرق، هذه الأرضية في لوغوز بيبي، فيها حتى هي 36 بياس 800 درهم. الناس اللي باغيين شي حاجة سامبل، ما باغيين لا زواق لا حتى شي حاجة، واللي بغاو ياخذوا ديك السوبيير اللي وريناهم في الدوغي، هذه بحالها بحال خارجه معاها، بحال معاها طبق الاصل لا سوبيير ديال 200 درهم. طبق الاصل كيجي هكا سامبل، والحاشيه ديالو كيجي داير بهذاك الدوغي، حتى هما كيديروا 800 درهم. من 800 درهم غادي نمشي نوريكم لي 36 بياس اللي ناقصين في الثمن شويه عليهم، عاد غنرجعوا لي سوبيير.
الناس اللي باغين شي حاجه ناقصه في الثمن ولكن ما ناقصش في الجوده، شوفوا ليا عندنا هادو 36 بياس حتى همايا 36 قطعه، بمعنى الطبله ديال 12 فرد غتبقى لكم ب 550. غنوريكم غير الشكل كيفاش كيجي، كلهم كيجيو بنفس الزواقه. علاش غنوريكم؟ حيت عندنا موديلات اللي كيكونوا مختلفين، هذوك ثلاثه الطبيصلات كيكون واحد في قلب واحد ولكن الزواقه مختلفه. والجديد هذا الجديد عاوتاني شي حاجه توب، شي حاجه توب. شوفوا ليا الوغ الطبسي الصغير كيجي بحال هكا، الوسطاني كيجي حتى هو بحالو، لكن الكبير هو اللي مختلف. مختلف عليهم؟ فوالا مختلف عليهم. 550 درهم حتى هادو ديال 550. 550 درهم. 550 درهم. كلشي في المتناول اليوم. مناسبة رمضان غتشوفوا الأثمنة في المتناول، ومازال عندكم كود برومو على الطبيصلات اللي كيمشيو ب 800 درهم، كلهم فيهم كود برومو كريم الحاج. اللي عنده كود برومو ديال كريم الحاج مرحبا به، غادي ياخذ تخفيض 5% 5% في لي سيرفيس وفي الاير فراير وفي الاير فراير. غادي نخلي لكم كل شيء مكتوب هنا باش تعرفوا او نشرح لكم اكثر. الو هادو حتى هما غيمشيو ب 550 550 36 قطعه كيمشيو تقريبا بنفس الشكل. ها انتم الطبسيل الصغير، الطبسيل الوسطاني، والطبسيل الكبير. فوالا عندنا كذلك هادو، هادو حتى همايا هادو 48 زايدين، هادو ماشي 36 48 كيمشيو ب 850 درهم، كيمشيو ربعه الطبيصلات بحال هكا، واحد في قلب واحد بنفس الزواقه كاملين الا هادو التحتانيين تيجي فيهم الابيض، والكبير ايضا كيجي فيه حتى هو الابيض. اما هادو الصغار تيجيو كلهم عامرين. الوغ 48 قطعه ب 850 درهم، وهادو خلاص هما اللي شفناهم كبيره حتى هما كيديروا 8 درهم. الناس اللي بغاو يقادو الطبله كامله مكموله، فيها لي 36 بياس، فيها زليفات، وفيها لا سوبيير، فيها كلشي. وحتى هاد الطبسيل يمكن هذا واش كيجي مع لا سوبيير ولا غير ديالهم؟ لا ماشي ديالهم، حنا حاطينو غير حاطينو تمايا. الوغ في المجموع هي 63 قطعه، 63 قطعه يعني كامل مكمول، كامل مكمول في الحطه ديال المائده، كامل مكمول كيجي في حطه بحال هكا. تقدروا تستغناو على هذه مع الزليفه الا بغيتو، ما بغيتوش تحطوا مثلا لا سوب، كتخدموا غير بهادو الثلاثه. الا كانت عندكم في رمضان كنحتاجوا حريره وهذا، تقدروا تحطوهم بحال هكا. الوغ هذا كيمشي هكا، سينا تقدروا تخدموا غير بلا سوبيير مع الزليفات مع الطبيصلات ديالها. الوغ هادو متعدد الاستعمالات عليه كيما بغيتي، سيرفيس كتخدمي به بزاف المرات، كتخدمي غير الا بغيتي غير لا سوب، بغيتي تخدمي به هكايا في عندك عراضه ولا شي حاجه كتستغني على الزليفات وعلى لا سوبيير. المهم 63 63 قطعه، قطعه الثمن ديالها غادي يبقى 1200 درهم، 1200 درهم حتى في اللون الازرق، وكاين حتى في الزرق ديالها، ولا سوبيير راه دائما تتمشي مع هذه المغرفه ديالها. بمعنى عندنا 12 زلافه و12 12 من كل طبصيل مع لا سوبيير بالغطاء بالمغرفه ديالها. الوغ اللي بغى اللون الثاني غادي نشوفوا اللون الثاني ديالها، عندنا الاحمر وعندنا الزرق، نشوفوا في الطبيله لعشاق الازرق. ها هما السيرفيس جبنا لكم ديال الهلال حتى في الزرق ماشي غير في الاحمر. انا حطينا لكم الطبيله كامله حتى هي راه فيها 63 قطعه، بمعنى حتى نفس الشيء الطبيصلات مع الزليفات مع لا سوبيير مع المغرفه ديالها غادي يبقاو ب 1200 درهم. بحالو بحال الاحمر الطبيعي، بحال ما كاين حتى شي فرق في الثمن. وهنايا مريناه لكم مع هاد هاد الوجنات، تحطوا سلوش باكيه، شحال تيمشيو هادو؟ 18 درهم 18 ديما 70 في الفيديو دائما 18 درهم. الوغ الناس اللي غياخذوا مثلا هاد السيرفيس ديال 63 تاهما عندهم كود برومو، تاهو كود برومو باش نذكروه عليه، كود برومو كريم الحاج، كريم الحاج غادي نكتبوا لكم كود برومو باش تعطيوه للمحل كريم الحاج، غتاخذوا واحد الخصم ديال 5% 5% من الاثمنه اللي كنقولوا. الاير فراير الكبيره الحجم الكبير فوالا. الوغ انا غنقول لكم اي حاجه عليها الكود برومو على لي سيرفيس، وملي غنوصل للاير فراير هي غادي نقولها لكم ان شاء الله. الوغ هذا غيبقى ب 1200 درهم. هادو خلاص راه دوزناهم لكم، دائما تندوزوهم لكم، رجعوا لي فيديو قبل باش تشوفوهم، مبغيناش نطول لكم لا فيديو باش نوريكم الجديد، غير خليكم معنا. الناس اللي غادي يبغيو مثلا الحطه ديال 6 ديال الناس راه كاينه، واش كاينه في الزرق وكاينه حتى في هذا اللون؟ كاينه حتى في هذا اللون، كاينه حتى في هذا اللون، حتى في هذا اللون كاينه متوفره، في هذا اللون في اللون الهلال الاحمر وحتى في الزرق راه متوفره. كاين شحال فيها من قطعه هذه؟ 33 قطعه 33 قطعه، على الحطه ديال 6 من كل حاجه. بما الحطه ديال 6 ديال المائده المغربيه حتى هي مقاده مسوله كامله. هذه شحال كتبقى؟ كتبقى 900 درهم 900 درهم فيها 33 قطعه. عندكم البرومو ديال كريم الحاج راه حتى هي في الخصم، حتى هي في الخصم. انا ما كنحط الطبيصلات اللي انا ما كنعرفش ندير ليها الكود برومو في كل شيء. لا لا يعطيك بارك الله فيك. الوغ كود برومو ديال كريم الحاج 5% غتاخذوا على اي ارتيكل بحال هادو اللي دوزنا دابا، ديال لي سيرفيس، ديال لي سيرفيس كبار، سيرفيس كبار ديال 800 درهم، هذه ديال لي سيرفيس كبار ديال 900 درهم، ديال 1200 درهم،
وتا ديال الاير فراير الحجم الكبير الحجم الكبير فوالا الوغ هذا قلنا غادي يبقى 900 درهم. غادي ندوزو دابا بما انه حنا بدينا كنهضروا عليه سوق. نعم تفضل. كاين سميتو فكر كذلك حتى في هذا اللون هذا كتبقى حنا غادي نحطوه ان شاء الله. اييه وكاين حتى واحد ديال ليسبازو فريخات. اييه الوغ هنا كنوريكم هنايا غير الناس اللي بغاو مثلا طبيله صغيره ديال 6 ديال الناس لا سوبيير بزليفات بالطبيصلات حتى هي هادي اللي كتمشي كلها بحال هكا فيها واحد جوج ثلاثه ديال الطبيصلات عاد فيها الطبيصيل ديال لي صوبول فوالا اللي كتحط عليه الزلافه. الوغ هذا تا هو 33 بياسه 6 ديال الناس حتى هو غادي يبقى بنفس الثمن 900 درهم. الوغ ديال الحطه ديال 6 ديال الناس كتبقى ب 900 درهم والحطه ديال 12 فرد هي اللي كتبقى ب 1200 درهم. الناس غادي يسولوني بغينا غير سوبيير مع الزليفات الطبيصلات ديال تقدر تكون عندك نفس الموديل ديجا شاريه ولا شي حاجه الا بغيتي غير الزليفات مع الطبيصلات ديالهم ومع لا سوبيير هذه ديال 12 فرد مع 12 زلافه 12 زلافه 27 قطعه وتا هي راه كتكون فيها المغرفه هذه شحال كتبقى 350 درهم سوبيير مع 12 زلافه مع 12 طبصيل 350 درهم. دائما حنا في لي سوبيير ديال 12 فرد هذه تا هي هذه هي كتبقى بنفس الثمن هذا الموديل الجديد هذا هو الموديل هذا الموديل الجديد اللي دخل وحتى الطبيصيله غادي بنفس الديزاين ديال الزلافه فوالا شوفوا هي نفس الرشيمه اللي تجي حتى هنايا الوغ هادو سبعه هذا الجديد وي متوله هذه متوله فوالا الوغ حتى هذه غتبقى ب 350 درهم فيها 12 زلافه مع 12 طبصيل مع لا سوفيا ديالها. بالنسبه لهذه اللي دوزناها لكم 240 درهم ديال 6 ديال الناس يعني ما 6 زليفات مع 6 ديال الطبيصلات راه فيها حتى لاجونتي ديالها كتبقى حتى هي 240 درهم. جينا بانوا لي هادو ويمكن محل فلتنا هاد مسويه في الثمن هادو شحال داير في الثمن 200 درهم في البرومو دابا كيبقاو ب 650 درهم 650 درهم حتى هما 30 بياس حتى 30 36 قطعه 36 قطعه هادو داخلين في البرومو حتى هما في الكود برومو هما ندخلوا في الكود برومو ان شاء الله. مرحبا بالمتبعين وشوف انا تندافع عليكم ها انتم كننيغوسي لكم مع السير دوان لا لا خطي هذه حتى هما نفس الثمن 800 درهم هذو 800 درهم هادو مع السيرفيس اللي شاف المشاهد قبل اياه فوالا الوغ هادو بوحدهم هما اللي ب 650 درهم كنمشي ب 650 درهم ها غادي نمشيو نشوفو حتى ديال 650 الوغ هادو بوحدهم هما اللي ب 650 حتى هما داخلين في الكود برومو خليكم معنا غادي نمشي نشوف لكم هادو الفريخات لا ماشي الفريخات الفريخات انا جايه ليهم هادو راه دوزتهم لكم المره اللي فاتت شوفوا راه تسولد اوت هادو كانوا دايرين 800 درهم 650 درهم حتى هما 36 بياس يعني 36 قطعه. بالنسبه للناس اللي بغاو ياخذوا هادو سيرفيس بوحدو 800 درهم حتى 800 درهم هذا الغالي عند التعريف راه معروف موديل ديال الفريخات اللي بغى يكمل الحطه اييه يزيدوهم مع هادي السيرفيس مع لي بول ديالهم اييه تبارك الله الوغ هادو كيبقاو 800 درهم حتى هما في الكود برومو اي حاجه فيها الكود برومو غتلقاوها مكتوبه لتحت. بالنسبه لي سوبيير هذه حتى هي ندخلوها في لي سوبيير حتى هي في لي سوبيير هذه جديده حتى هي ما كانتش هذه لا ما كانتش هادشي ديال تركيا هذا عرفتهم هما اللي تيديروا هذا الزمن انا ولا الاتراك معروفين بهادشي معروفين الاتراك تيديروا زليفه تيديروا لها جوج لي ديديات هما معروفين بها ما في العالم معروفين بها انا ما عرفوهاش كنهزوها غير هكا شحال كنحتاجوهاش الوغ شحال كتبقى في الثمن كتبقى 240 درهم من لا كريم 240 درهم كتجيب السيبوره ديالها فيها حتى هي 6 ديال الزليفات عندنا واحد الموديل عاوتاني اخر بغيت نذكر به اللي كنا دوزناه هادو دوزناه وعاود نذكرو حيت هادشي كله ديال رمضان غنعاود لكم شي حاجه لان كتعلق برمضان بالنسبه للناس اللي اول مره غيشوفوا لا فيديو الوغ هادو حتى هما شحال كيبقاو كيبقاو ب 850 درهم شحال فيهم فيه 33 قطعه 33 قطعه الثمن اللي في الفيديو الاول هو نفس الثمن باقي هو هو الوغ هادو 33 قطعه بمعنى الحطه ديال 6 ديال الناس فيها ثلاثه طبيصلات لكل فرد مع الزليفه ديالهم مع المعلقه ديالهم والمغرفه كتجي حتى هي مع لا سوبيير الثمن ديالهم قلنا هو 850 درهم. موديل اخر عاوتاني في الزرق حتى هو كيبقى بنفس الثمن نفس الثمن هو هذا 33 قطعه الحطه ديال 6 ديال الناس كتجي بحال هكا ثلاثه ديال الطبيصلات هنا بالنسبه للطبيصلات باش نوريكم هنا بانيه شويه الاختلاف فوالا شوفوا لي الطبيصيل هادو تقدروا تخدموا بهم من غير هاد الزليفات سينو راه كتقدموهم هكا في رمضان بحال هكا
50 درهم غادي يبقاو لكم. بالنسبه لي سوبيا غير مازال عندنا موديلات اخرين باش نوريهم لكم ونقرب لكم الثمن. باقي في الثمن لا كريمه. الو هذا موديل شفناه المره اللي فاتت مازال كاين توفر فيه السويفي دائما. الثمن ديالو غادي يبقى ب 250 درهم. دائما حنا تنهضروا على سوبيا مع المغرفه مع الزليفات مع الطبيصلات اللي تيجيو تحت منها. الو 15 قطعه في هذا الموديل اللي كيجي في الدوغي كله. وعندنا هذا اللي فيه الزواقه الدوغي مع النوار في سوبيا. والجديد في لاسوبيغ شوفوا لي هذا الشكل كيفاش كيجي. دير بحال شي كوكياج. كوكياج اييه شوفوا لي التاويل يا لالا. باش نحيد هذه خدات مع القطيح. شوفوا لي الشكل ديالها كيفاش كيجي. هذا الجديد في لاسوبيغ ديال 250 ديال 240 درهم. 240 درهم 240 درهم فوالا الثمن فيه مكتوب 240. والزليفه كتجي حتى هي بنفس الديزاين ديال الغطا ديالها. شي حاجه فنه ما شاء الله مع الطبيصلات ديالها. الوغ هذا الموديل كيبقى ب 240 درهم حتى هو ديال 6 ديال الناس 6 زليفات 6 طبيصلات. والجديد انا ما بقدرش نصبر بغيت ندوز هادوك كنشوف فيهم من الصباح الفراشات ولي فوليفغ لي فوليفغ بزاف سولني عليهم فالصور المره اللي فاتت راه غير ما صورتهمش. الوغ هما راه متوفرين غير ما كانوش محطوطين قدامي ما شفتهمش. الوغ هذا الموديل شوفوا ليا فيه بزاف كاين شانيل كاين شانيل كاين بزاف ديال كلشي ديال الموديلات. وهذا راه في نفس الوقت راه غونجمون راكم عارفين لي فوليفغ كدير فيه تيليكوموند دير فيه شي حاجه هكا وتحطو فوق الطبيله. الثمن هو 40 درهم اللي لفت انتباهي 40 درهم فقط. ثمن برومو ثمن برومو شوفوا لي قداش هذا كيبقى لكم فقط ب 40 درهم. ديزاين اللي بغيتو هانتوما راه كاين حتى هاد الموديل هذا الو غادي ها هما نحيد لكم باش نوريكم. كاينه شانيل كاينه وكاينه حتى كوكو شانيل فوالا ها انتم كلهم هادو غيبقاو ب 40 درهم. هادو راه كبار ما صغارش. والفراشات الفراشات كيبقاو 40 درهم كتجي حتى هما 40 درهم كيتحطوا فوق منهم. واش كيمشيو واش كيمشيو بجوج ولا كيمشيو بجوج الو هادو بجوج الو هادو بجوج ب 40 درهم. والفوليفغ كيمشي حتى هو ب 40 درهم. العشاق الاحمر راه ما نسيناكم شوفوا لي عاوتاني راه كاين بزاف ديال لي موديل راه كنقولها لكم دائما راه ما نقدروش نصوروا كلشي كنحاول نعطيكم لو ماكسيموم. هاد الطبيله حتى هي فيها 33 قطعه بمعنى الحطه ديال 6 ديال الناس كتجي فيها 3 ديال الطبيصلات مع 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 الزليفات ديالهم ومع المغرفه ديالهم مع السوبيغ مع المغرفه ديالها. الو كل حاجه منها 6 6 6 6 يعني 33 قطعه. هذا راه ما دخلش فيهم انا تنهضر لكم غير على السوبيغ مع الزليفات مع الطبيصلات كتبقى 850 درهم. الناس اللي بغيو يكملوا الطبله حيت هذه كتجي اسورتي معاها هادو حتى هما فيهم فيهم 6 ديال لي طاس بلي سوطاس ديالهم كاين البريق فوالا وكاين البريق ديالهم كاين السكريه ديالهم السكريه حتى هي شوفوا البريق والسكريه وهذه ديال الحليب او القهوه شوفوا ليا كتمشي بحال هكا شحال الموديل زوين موديل زوين. وهذاك الموديل اللي كيجي فيه النوار تيجي غزال مع الغوش جات الطبيله كلها متيوله تبارك الله. شحال كيدير هذا كيدير 240 درهم بحال الشكل الاخر اللي شفناه ديال لاسوبيغ اييه نفس الثمن ديالها 240 درهم غادي يبقى لكم. والطبيله اللي فيها لاسوبيغ والطبيصلات راه قلنا لكم 850 درهم. اللي بغى يعمر اتاي شحال الثمن دابا ضروري اتاي من مورا الفطور ايه كويس ديالها تاع القطر الانسان يمشي ان شاء الله يتوكل على الله في التراويح ضروري ولا من بعد التراويح ضروري ما كتجي تاخذها كتجي ثاني تتعمر بريداتها تجي الحطه المغربيه ديالها الحطه المغربيه مع السلو مع المساء راه فكرنا لكم في كل شيء. الوغ هادو شحال تيديروا في الثمن؟ هادو لاله كريمه راه كاينين فيهم خويا متوفرين خمسة الموديلات من الصغير كيبدا من الصغير 110 درهم من 120 درهم 130 حتى الكبير 140 درهم. اكبر واحد فيهم كيدير 140 درهم وقيله هذا هو الصغير ديالو هذا اصغر حجم هو هذاك هو الصغير ديالو 110 درهم ولكن الشكل ديالو راه زوين. هادو كيديروا فوق البوطه كيديروا فوق البوطه هادو باش نشرحوا لنا وكيتشحر اللي بغا يتشحر فيهم اللي كيزان تينوار ميزه الناس غير سولنا على الكيسان هادو شحال ديال الثمن؟ 140 درهم كيمشيو ب 6 6 140 درهم 6 ديال الكيسان 100 ديال الاخر متوفر فيهم في الكويسات اللي ما شفتوش ديك المره يعني تدوزنا لا فيديو عاد جاو شوفوا ليا اللوينات يا سلام شوفوا لي الالوان تبارك الله 3 ديال الالوان 4 من هادو و 4 من هاد اللون و 4 من الخضيضر. هادو الثمن ديالهم كيبقى 120 درهم. واللي حمقوني هو هذا الموديل مغربي كتشم فيه ريحه المغرب هذا المغربي تقول اللمسه الامازيغيه اللمسه الامازيغيه شوفوا لي الشكل تبارك الله كيفاش داير طبعا الامازيغيه غزاله ما شاء الله ديالنا خوتنا شوفوا لي
هادو شحال ديال الفته معناتها؟ كيديروا 160 درهم لا كريم. 160 درهم، اون فيت هادو ما بقاوش بزاف، دابا انا ما جيتش لقيتهم سالاو. ما بقاوش بزاف منهم. هادشي داكشي اللي بقى خذوه، تقدروا ما تلقاوهمش ولا شي حاجه، المهم راه هادو راه مشاو قبل ما نجي. وشوفوا لي ديتاي ديال الكويس، الكويسه تبارك الله راه مخدومين زوين. اللمسه الامازيغيه كيف قال لكم، هاد الديزاين ديال المشاربي تبارك الله واللوينات 160. عندنا هذا الموديل كيديروا 56 درهم، راه دوزت لكم ديك المره تبارك الله راه عجبكم هذا في المتناول. متناول والكيس تبارك الله راه ثقيل، ماشي دوك الكيسه الخفيفين. كاين ديك الزواقه وكاين فيه زواقه وكاينه حتى هاد الزواقه الثانيه، راه هادو جوج زواقات، هادو كلهم 56 درهم. بالنسبه للكيسان راه كاين هاد الموديل شحال تيدير غير نذكروا الناس، بالنسبه للناس هادو كيديروا 65 12 كاس 65 درهم. هادو اللي حمقوا لي ديك المره صغار، شوفوا لي راه فيهم جوج الالوان، شوفوا لي الكويس هادو هما ديال رمضان، تجلسوا مع راسكم وتشربوا الكويس ديال اتاي من بعد التراويح. التراويح شوفوا الكويس ديال اتاي ضروري. الوغ هادو في الابيض، وعندنا في النوار كيديروا 70 درهم 12 كاس. عندنا هذا الموديل كيدير 110 دراهم، كنهضروا دائما على 100 درهم، عفوا 100 درهم 12 كاسه هما، حتى هما فيهم اللوينات. عندنا هادو حتى هما كيديروا 100 درهم، هادو حتى هما 12 كاس، وهادو خلاص اللي وريناكم دابا بجوج. عندنا هذا الموديل ديال فيرزاتشي شحال تيدير هذا؟ 130 درهم حتى هو، 130 درهم 12 كاس. عندنا هذا حتى هويا كيدير 150 كيبقاو 130 درهم، 130 اون برومو حتى هما، ها انتم راه كان 150 درهم، راه باقي الثمن الاول، الثمن الاول ديالهم هو 150، دابا 130 درهم. عندنا هذا الموديل حتى هو شحال تيدير؟ 65 درهم كذلك، هادو حتى هما 65 درهم، وهذا صغيورين هادو 60 درهم 12 حتى هما كذلك. انتوما شوفوا لي انا غنجبد لكم غير الكاس باش تشوفوا كيفاش داير، ونعطيكم القياس ديالو. ها انتوما شوفوا لي هادو 60 درهم 12 كاس، فيهم الابيض وفيهم 6 كحلين فوالا. هادو يمكن نفسهم اللي وريتهم قبيله، 60 درهم 60 درهم وهادو 60 درهم فوالا. هادو زواقات مختلفين كلهم كيبقاو ب 60 درهم. باقي متوفرين الان الساعه البلاطو ماسك، هاني ماسك دوزت لكم ديك المره، جاوني بزاف ديال التساؤلات واش غيصيفطوا يبيعوا لنا واحد، وحنا ديجا قلناها في لا فيديو، قلنا في لا فيديو اللي بغى بالمويل، بغى الصغير بغى المويل بغى الكبير مرحبا. الوغ لونسومبل كامل شحال كتمشي؟ 650 درهم لونسومبل كامل، 650 درهم. بغيتي الصغير ديالو اللي هو هذا، شوفوا راه واخا كنقول لكم صغير راه كبير تبارك الله، وثقل وماسكاني راه ما نحتاجش نهضر عليهم، هاد ديال الماسكاني معروف معروفين الجوده ديالهم. الوغ هذا الصغير ديالو كيدير 200، الوسطاني كيدير 250 250 درهم. والكبير الكبير 300 درهم، الكبير 300 درهم متوفرين في الدوغي. مرحبا اللي بغى باربيس راه كتثقل، كاين متوفر فيهم الدوغي وفيهم لارجون. وجدنا لكم الحرشه، وجدنا لكم وجدنا لكم الملاوي، المراه المغربيه اللي غتهنى في رمضان، تهنى في رمضان. واللي عجبني هو هذا القياس اللي جبتو، علاش؟ حيت ماشي كلشي كيبغي ديك الكبيره، حيت هذيك الكبيره ملي كتكون العائله كبيره وكتاخذ لاسباس، الناس اللي ما عندهمش لاسباس فين يحطوا هذيك الكبيره، جبنا لكم هذه. ولكن تبارك الله شوفوا هنا راه حاطه 10 ديال الحرشات، ومازال نقدر نزيد ثلاثه وحدين اخرين، يعني نقدر ندير فيها التل 13 حرشه بهذا الحجم كتهزها. وشوفوا لي الثمن 300 درهم فقط، 300 درهم فقط همزه صراحه زوينه، يعني تهز لي واحد 6 ديال 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 المسمنات هكا همزه مخيره هذه واعره ومتعدده الاستعمالات، تقدري تستعملي شحال من حاجه في ان واحد دقه واحده. دقه واحده هي راه عطيناكم مثال غير باش نوريكم شحال تتهز، مي هي راه تقدري تصيبي فيها البغرير الملاوي البانكيك، تقدري تصوطي فيها شي حاجه فوالا، اي حاجه كدير فيها شوي كل شيء كل شيء ديريها للشوا وديريها حتى لهاد الفرات شحال من حاجه على المراه المغربيه ديالنا الله يكون لها في العون اللي كتعرف رمضان. والثمن هو 300 درهم، بلاك كتهز 13 حرشه كدير فقط 300 درهم، 300 درهم. وعندنا اللي فايتها حنا دائما في لاباق ديال هذه جيرمان لاب، جيرمان لاب معروف يعني مارك المانيا، مارك المانيا. الوغ هذه حطينا لكم فيها 7 ديال الملويات، الا كانوا صغار راه كتهز 8 مقادي انت، وشوفي الحجم حيت هادو راه كبار، واخا تيبان لكم في الفيديو بحال هكا راه كبار. الوغ هذه حتى هي فايتها في الحجم، الثمن ديالها شحال غتبقى هذه؟ بقى 360 درهم، 300 شي فرق بينه وكبير ما بينه وبين ما فيهاش 360 درهم. ايوا اذا ناخذ هذه،
الوغ 360 درهم 300 درهم هادو بالنسبه للناس اللي ما عندهمش لا سباس كبير في الكوزينه ولكن باغين شي حاجه عمليه راه كافيه وفايته كافيه جوج مرات غطيبي فيها وانت ساليتي قاضي الغرض الحمد لله قاضي الغرض عاد عندنا الناس اللي بغاو شي حاجه صغيره اللي بغى مثلا هكا يصوتي شي حاجه هذه راه فيها هاد لا تراس هكا كيجي فيها هاد الخطيطات بحال هكا هذه ديال هذه عمليه غير هذه عمليه ديال انك تصوتي فيها شي حاجه تقريي فيها شي حاجه بحال لي كوتليت بحال الخفته السوسيس اي حاجه تقدري تصوتي فيها هذه شحال دايره في الثمن هذه كدير 280 درهم 280 280 درهم الوغ عندنا ثلاثه ديال القياسات 280 360 درهم بما انه حنا في رمضان كنحتاجوا لهاد لي بلاك كنحتاجوا حتى لي هاشوار بالنسبه لهاد لي هاشوار عندنا فيهم جوج الاحجام يمكن ياك عندنا فيهم هاد الحجم كبير ديال 3 لتر ديال 3 لتر 210 هذيك كتهز 3 لتر وفيها 5 ديال الماس 5 ديال الماس ديجا دوزناها لكم وعاودناها لكم ودائما تلقاو فيها السويفي لانه الاكثر طلبا علاش فيها دوبول بزاف ديال القطع اللي كتشوف فيها الزاج وفيها حتى الاينوكس بمعنى كتخدمي في واحد البول كتحطيها وديري ديال الزاج وتخدمي اون طون تربحي الوقت ما تستناش تغسلي وتعاودي كتربح الوقت بس كتعاود وتبدل ولا ماركه راه معروفه ايطاليهم راه معروفه ايطاليهم بالجوده ديالها الوغ 210 درهم ديال 3 لتر عندنا اللي صغيره هذه نفس لا مارك ديال البلاك جيرمان لاب هذه فيها حتى هي دوبول 2 لتر هذيك 2 لتر فتا هي دوبول وعفتو راه ثقيله شوفوا راه ثقل الجوده ديالها ماشي دوك الخفاف ولا شي حاجه راه ثقل راه من ثقل كتعرف الجوده ديالها والبول ديالها تبارك الله هذه شحال كتبقى في الثمن 180 درهم 180 درهم جيت هنا لانه بزاف كنجيو ما تتصورش عندنا جيرمان لام وعندنا ايطاليهم ايطاليهم هذا ديال الزاج اللي كيبين هذا شحال تيدير؟ هذا كيدير 120 درهم ديال الزاج 120 درهم كاين 2.2 لتر وهذا حتى هو ديال الانوكس ايترو 800 شحال تيهز؟ ايترو 800 ايترو 800 كيبقى 100 درهم 100 درهم الوغ هذا 100 درهم وهذا نذكروا الثمن هذا قلتي لي 120 درهم ايطالي هوم باغا تصاوبي سلو باغا تطحني النافع باغا تطحني العطريه القهوه اي حاجه كاين عندنا هاد لا مارك ديال امبيريال صغيوره ومتيوله تيوله صغيوره ومتيوله عمليه كتشوف لا سباس هذه الثمن ديالها شحال كدير؟ 70 درهم 70 درهم قبل ما نمشي لكم لي ميكسور بغيت نوريكم هذا البلندر 4 في 1 هذا راه فيه تبارك الله هذا الطراب فيه هذا الخلاط اللي كتخلطوا به كطحنوا به لا سوب ولا شي حاجه في نفس في البلاصه اللي خدمتوا فيها وعندكم حتى هذا بحال الهاشوار فوالا هذا شحال تيدير في الثمن؟ هذا كيدير 150 درهم الا كريم ها هو 150 درهم غادي يبقى لكم والجديد في البلندر الجديد المتابعين الكرام العزاز حنا شنو لهم جديد هذا هو الجديد كاين هادي وهادي نفس لامارك غير اللون مختلف اللون الولاد مختلفين وكنظن حتى هادي ديال تاتش ما كانتش هادو يمكن دوزناه المره اللي فاتت ونذكروا بهم بطبيعه الحال لانه الناس كيجيو دائما الناس جداد باش كيشوفوا الوغ بالنسبه للجديد غنبدا لكم هادي كتبرد القلب هنا مشكل ديالها كبيره هادي الوحش هادي شنو الجديد ديالها تزادت عليها ديال العطريه الاولى اللي ورينا لهم ما كانش فيها ديال العطريه هادي فيها ديال العطريه الوغ هادي هي الوحش هذه هي الوحش العصريه تزادت عليها ديال العطريه وديال العطريه تبارك الله قداش هي كبيره تبارك الله وي كبيره كتهز 600 مليلتر عاد عندنا هذا ماشي زاج باش نشرحوا للناس هذا بلاستيك الثمن ديالها كدير 220 درهم لا مارك ايطالي هوم عندنا فيها هذا اللون البلو سيال وعندنا فيها هذا لورون شوفوا ليا الثمن ديالها قلنا 220 درهم الناس اللي بغاو لا مارك تاتش كاينه هذه باقا متوفره هذه كاينه هذه حتى هذه راه كلهم بالكيسان ديال العطريه ديالهم ياك هذه ديال هذه لا هذه لا كريمه ديال هذه هذه ديال العصير هذه ديال العصير ما متوفرش فيها ديال العطريه هذه ما فيهاش ديال العطريه كتخرج بحال هكا الثمن ديالها كدير 320 درهم و20 درهم لا مارك تاتش عندنا عاوتاني هذه الناس اللي كيهرسوا الدجاج هذه الكلاص هذه كتجي زوينه في ديال لينوكس ديال لينوكس هذه عمليه بالنسبه للناس اللي عندهم مشكله مع الكاس هادي تا لطحت ما غيوقعش مشكل الوغ 170 درهم هادي راه الكاس ديالها ديال الزاج الثمن ديالها كدير 160 درهم 160 درهم الناس اللي بغاو هادوك ديال الوحش كما تنقولوا اللي معروفه بسميه ديال عصاره ديال الوحش ولكن راه ما فيهاش كيسان ديال العطريه كتبقى الثمن ديالها 190 درهم شوفوا ليا قداش هي تبارك الله الكاس
تبارك الله راه كيهز راه كيهز. الكيسان ديالها راه كبار واقفين. عندنا هذه عاوتاني راه معروفه حتى هي، هذه الثمن ديالها شحال كيدير؟ 100 درهم بالكاس. بالنسبه لتيرموس الشكيله اللي دوزت لكم ديك المره راه مازال متوفرين، دائما فيهم الصول 110 درهم، تنهضروا على جوج بطبيعه الحال. عندنا هذا الموديل الاول اللي كيجيب لي ديديا في الدوغي، عندنا هذا الموديل الثاني في الكري حتى هو كيدير 100 درهم، فيه الكبيره والصغيره ديالها ما كاينش فرق كبير في الحجم بزاف. عندنا البلوسيال ديالو حتى هو كيدير 100 درهم، ها الموديل هو هذا كيجيو شوفوا 100 درهم. عندنا هذا الموديل كذلك كيدير 90 درهم، هذا 90 درهم فيه تواجوج، وهذا حتى هو 90 درهم، هما كيديروا 90 درهم. غادي نمشيو نشوفوا الجديد، هو هذا الجديد اللي دخل. هادو شحال تيديروا في الثمن؟ 120 درهم. كيجيو سامبل هكا بلي ديديا في الدوغي. والموديل الثاني اللي دخل حتى هو جديد، هذا انا مقربو لكم باش تشوفوه، فوالا حتى هذا راه كيدير 120 درهم. ديما تنهضروا عليهم بجوج ماشي على وحده. فوالا عاد عندنا الموديل اللي كان قبل حتى هو كيدير 120 درهم. هادو عندنا هذا الموديل كيعجبني، هذا هادو كيعجبوني، هادو 120 درهم حتى هما 120. وفيهم اللوينات، عندنا فيهم هاد الكري، عندنا فيهم هاد السيال، عندنا فيهم لو فيغ او، وعندنا هاد الموديل حتى هوايا اللي كله اينوكس كيجي بنفس الديزاين حتى هو 120 درهم. هاد الموديلات كاملين كتشوفو 120 درهم. وعندنا هاد صغيورين هذا شي خريجه شي واحد بوحدو مثلا ولا الخدمه ولا هادو عمليين ما تحقرهمش، راه حتى في حتى عند العائله الكبار تيحتاجوا بحال هاد الصغيور هكا وي بالالوان. اي في الفطور هكا الانسان تيبغي يفطر يوجد فطور الوليدات ولا هذا صغيوره زوينه. هادي شحال تدير؟ هذا كاين في الشكل الابيض كيدير 20 درهم، اها، وكاين في الالوان كيدير 23 درهم. اللوينات كاع ما شفتهم، 23 درهم في الالوان. هادو زوينين في الخدمه، دابا ملي شفت الالوان زعمت هادو اللي دايرين بحال هكا. شوفوا لي 23 درهم. عندنا فيهم لورونج، فيهم النواغ، فيهم لوج، فيهم الموف، عندنا المارون، عندنا الفيغ. ها هوايا شوفوا لي الفيغ ديالهم. الوغ دو كلهم كيبقاو 23 درهم. خويا رضوان بغينا نصوبوا الحريره، يلا مرحبا لاله كريم. دابا وريني الكوكوطات، دابا ها الكوكوطات متوفرين الحمد لله، من الصغير للكبير وجميع الموديلات، سواء اللي كيتسد سواء اللي اوتوماتيك اللي وريناهم في في الفيديو اللي قبل. حنا هنا تنديروا غير الغابيل للناس اللي جداد اللي اول مره تنشوفوا. عطيني الاثمنه ديال اصغر وحده، هاد الصغيوره هاد 140 درهم لا كريم. هادي اصغر وحده كدير 140، هادي شحال تدير؟ هادي كدير 240 درهم ديال 7 لتر. وهادي 5 ديال 5 لتر كدير 195 درهم. وهادي هادي الموديل مختلفه، هادي مختلفه اللونين ديال اينوكس اللي كدير 450 درهم. هادي اينوكس 450 درهم. عاد عندنا هاد الموديل عاوتاني لكسوس حتى هو كيبدا من 4 لتر. 4 ايترو، 4 ايترو شحال تدير؟ كدير 500 درهم. 500 درهم. كاين ديال 6 ايترو كدير 550 درهم، وديال 8 ايترو كدير 800 درهم. 800 درهم، وعندنا هادو اللي اوتوماتيك. اوتوماتيك نفس لا مارك ديال لوكسوس غير هما اوتوماتيك. اوتوماتيك، هادو راه ساهلين في الحل. اها نشوفوا. هادي كتحل، كتهز، كتحتها مزيان مدام، وكتسد، صافي. راه ما فيها لا محنة لا عذاب. وطيب. الثمن ديال أصغر وحدة. أصغر وحدة من 3 ايترو كتبدا من 3 ايترو كتبدا من 550 درهم. ديال 4 ايترو كتبقى ب 600 درهم، كاين ديال 6 ايترو ب 650 درهم، ديال 6 ايترو كدير وهادو راه اينوكس 700 درهم. هاد لا مارك ليكسوس كلهم اينوكس كاليتي، كاليتي ثاني ولا مارك معروفه ما نحتاجوش نهضروا عليها. رمضان ضروري من غير رمضان، هادو ديما كنحتاجوهم حيت ماشي تنديروهم غير الكسكسو، تنديروهم حتى للطبخار الا بغينا نبخروا شي حاجه. فوالا هادو دخلوا جداد، هادو الموديلات اللي دخلوا جداد. هادي ديال هادي ديال 16 ايترو كتبقى 550 درهم. 550 درهم حتى الايموت ديالها راه جوده عاليه مختلف. وهذا كاين هادي كذلك نفس الثمن، نفس الثمن هادي كتبقى حتى هي ب 550 درهم ديال 18 ايترو. 18 ايترو الاختلاف بينها وبين الاولانيه في الايد، في الايد. هادي الايد ديالها في هذا اللون، وهادي الايد ديالها كلها كلها اينوكس. وهادي راه من الداخل اللي بغا يسولون عليها، راه من الداخل ومن برا كلها اينوكس. اصغر وحده فيهم شحال تدير؟ 12 ايترو كتبقى 450 درهم. 450 درهم. محبوبات الجماهير، فاش كنقول محبوبات الجماهير كنهضر دائما على الاير فراير. المتتبعين عارفينها. هذه ما بقاتش كتخطى حتى دار مغربيه. وييه. لان كتسهل عليك. وصحيه. بزاف وعمليه بزاف. وعمليه وصحيه لانه كتوفر لنا نقليو. حتى وليداتكم يخدموا بها. تيخدموا بها، حنا عندنا الصغيره امينه هذه تاهي تخدموا بها سهله. الجديد هو انه جبنا لكم الاير فراير فيها دوز اسباس. فيها جوج البلايص، بمعنى كتوفري الوقت، كتقدري تخدمي بهادي
وتقدري تخدمي بهذه اون طون، وكل وحده ديري لها البروغرام ديالها، لان هنا تاكتيل عندها كل بلاصه كتحكم في وحده. تقدري تخدمي وحده الا بغيتي وحده تخدميها، سينو بغيتي تخدميهم اون ميم طون كتخدمي بهم اون ميم طون. هذه لا مارك كيتشلاب فوالا، ها نتوما الشكل ديالها كيفاش دايره، حنا ما محيديش لها البلاستيكا، سكيفي البروغرام ديالها، ها نتوما راه كتبروغراميو من هنا ومن هنا، تقدروا تحكموا في لي دوز اسباس وتوفري الوقت. ايوا تسنيها حتى طيب لك الحاجه عاد تعاودي الثانيه، كديري كل شيء دقه واحده. هذه عمليه العام كامل، ماشي غير على وديت رمضان، حنا ديما تندوزو لكم اير فراير. بالنسبه لوليداتكم يخدموا هذه امان. عندنا الشكل هذا اللي جا جديد كيدير 1280 درهم، غادي يبقى لكم كود برومو تاعي باش نذكروا المشاهدين. فوالا كود برومو كريمه الحاج 5%، الا جيتوا غتقولوا لهم كلمه الحاج كود برومو، وراه غادي يعطوها لكم ناقصه ب 5%، غير نقصوا لكم 5% الثمن ديالها. بالنسبه للموديل الثاني لا مارك لوكسيل هذه لوكسيل حتى هي لا مارك زوينه ديال 5 ايترو اونص. نذكر هذه شحال الحجم ديالها؟ هذه 8 ايترو ولا كريمه؟ هذه 8 4 ايترو ولا 4 في 4، وهذه 5 ايترو اونص لا مارك لوكسيل مارك تركيه. هذه شحال تدير في الثمن؟ قلنا 550 درهم. هذه ماشي تاكتيل، هادي مانيوال، هادي مانيوال فوالا، هادي العاده ديال الخدمه ديالها مانيوال. كلشي فيها مكتوب هنايا وفيها لي توش هنا فوالا. عرفتو قلبت لكم على السطوله صغار ما لقيتهمش، سلام. عرفتي دابا مع النفاد على الحلوه وعلى الشباكيه، الوغ الحجم اللي متوفر هو هادو. انا غير تفكرت لكم الشباكيه قلت والله تنصورهم لكم. هادو شحال دايرين؟ هذا الحجم 30 درهم، هذا 30 درهم دايره راه 10 ايترو، يسحبكم صغير راه كبير. كبير راه عاد عندنا الكبير ديالو كيبقى ب 40 درهم، والكبير ديالو كيبقى ب 40 درهم. هادو سطيلات او فين غادي نديرو الحلو؟ البلاستيك ديالهم صحي ديال الحلوه هادو، البلاستيك راه صحي. المهم لا تقولوا ما وريتكم السطل ديال الشباكيه، قول لي عطيني الشباكيه، قول لي وريني الشباكيه فين هي. الحادقات اللي بغا يوجدوا لكم المتبعين الكرام ديال لا لا خطك خويا رضوان. بالنسبه للبلاطو، الناس اللي جداد ما شافوش لي فيديو اللي قدام، راه عندهم حتى هاد البلاطويات راه ديما تندوزهم لكم، كيديروا 130 درهم، كيجيو زوينين في الحطه بحال هكا، وراه فيهم الزواقات مختلفين فوالا. شوفوا لي الزواقات اللي فيهم. بالنسبه للمحل راه ديما كنقولها لكم، تيديروا التوصيل لجميع المدن، وكيديروا حتى التوصيل لمدينه كازا حتى هي، كيديروا التوصيل ليها. ماشي الناس اللي ساكنين في كازا ما عندهم ماشي حيت الناس زعما في كازا ما يديروش التوصيل، بالنسبه للناس في كازا حتى هما الا ما كانش عندهم الوقت راه يقدروا يديروا لكم التوصيل. فوالا غادي نذكر بالعطريه باش نقول لهم راه كاينين ديال العطريه هادو ديال الزاج. وجبنا الجديد العطريه واحد الشكيلات، اييه شوفوا ليا. نشوفوا هادو ديال 6 كيبقاو ب 130 درهم، كيجيو بحال هكا. عندنا كذلك هادو اللي كيجيو فيهم تسعود كيبقاو ب 170 درهم، غنحاول نشد لكم عليهم مزيان. هادو فيهم 3 نيفو. عاد عندنا هادو اللي تيجيو فيهم 3 في نفس الحجم وكيجيو جوج كبار، هادو مثلا القهوه السكر اللي بغيتو ديرو فيهم لي بات، هادو كيبقاو ب 150 درهم. عندنا واحد الشكيل اخر نشوفو نوريه لكم. المهم راه كاين بزاف ديال الشكيلات الجديد تماما اللي كيبغي يعمر. اييه هذه عمليه كدور فوالا، عمري فيها العطريه اللي بغيتي. هذه فيها 10 يمكن، فيها 12، فيها 12. اييه هذه شحال تدير؟ 90 درهم صافي. هو صافي مزيانه هذه، لا مزيانه هذه، وهذه راه زاج. الناس اللي غيسولوني راه زاج فوالا، وكيفاش كتخوى من هنايا. هذه عمليه ديال شخصيه ديال 6 القناعي، والصغيره حتى هي شحال تدير؟ 55 درهم. 55 درهم. عاد عندنا هادو نذكروا غير الناس الثمن ديال هذه 120 درهم. عندنا هذه حتى هي كدير 180 درهم. عندنا هادو ديال اينوكس كدير 110 درهم معاهم الزيتات اللي كيجوا في الجناب ديالها. عندنا هاد الموديل اللي كيمشي للسكر الملح وحتى العطريه فوالا، راه مكتوب حتى الكمون، كدير 190 درهم، كتمشي بحال هكا. هادي كتمشي بحال هكا بالشيبوره ديالها. وعندنا حتى هاد لو موديل كيدير 200 درهم، فيه 6 ديال القريعات صغار وفيه جوج او 4 في هذا الحجم، وعاد جوج زياتات كيمشي حتى هويا بالشيبوره ديالو، كيبقى 200 درهم. كيف قلنا الناس اللي غيحتاجوا لي بانيني حتى هما راه كاينين، جميع الاحجام حتى هما، جميع الاحجام. الوغ نبداو من هادو، هادو لا كريمه ميش كيبقاو 250 درهم، هادو 250 درهم. هادي غرانيت، هادي غرانيت، هاديك عاديه، هادو العاديين وهادي غرانيت. عاد عندنا عاوتاني هاد الشكل الاخر كيدير 220 درهم على حسب لا مارك، راه كل وحده ولا مارك ديالها. هادي بانيني او ميم طون شويه كتحل، شويه كتحل على كامله كتحل بيان سور، راه كتحيدو غير هاد لاطوش اللي هنايا وكتحل كلها كتولي شويه ديال المعقول. هذه الثمن ديالها شحال؟ هذه كتبقى 340 درهم، 340 درهم غتبقى لكم. والجديد هو هادو
تي لي كوبر الصغار اللي بغيتي دي. لا هادو شحال دايرين الثمن؟ 110 درهم 110 كاملين نفس الثمن كاملين نفس الثمن سواء بغيتو غير بانيني عاديه ولا بغيتو هادو كيديروا 110 درهم لي كيك الطوال كاينين حتى الطوال يعني تهما بنفس الطريقه نفس الثمن الثمن ديال هادو شحال كيبقى 99 درهم فيهم هاد المول اللي كيجي طويل وفيهم هذا اللي تيجي داير وفيهم هذا السامبل اللي كيتحل فيهم الكري وعندنا فيهم لوباج فوالا اللي بغى هذا الشيء حتى هو كذلك في اللون الكري وفي هذاك لوباج الباج الوغ فيهم هذا المول كيجي طويل وفيهم هذا اللي تيجي داير وفيهم هذا الطويل هذه زوينه العمليه هذه من غير الكيك نقدروا نخدموا بها حاجه اخرى في الفران عاد عندنا هذو جوج زاج كيمشيو حتى هما جوج ياك جوج ديال واحد واحد في قلب واحد شحال تيديروا 70 درهم 70 درهم تيبقاو لكم وعندنا هذو اللي تيجيو اوفال هما كذلك في 70 70 درهم حتى هما واحد صغير وواحد كبير والجديد عندنا في البلاطو ديال كل نهار حيت كاين البلاطو ديال الضياف هذا ديال استعمال يومي اليومي كيديروا 45 درهم فيهم جوج الاحجام عندنا الكبير ديالو كيدير 45 وعندنا هذا اللي صغر منه كيدير 40 درهم فوالا شوفوا ليا هذا الصغير ديالو الناس اللي غيسولوا على المقيلات راه كاينين راه دائما تندوزهم لكم ولكن غنعاود ناكد عليهم كاينين هادو ديال البغرير ولا لي بانكيك هادو اللي كيجيو مطراسين بحال هكا هادو الثمن ديالهم شحال دايرين 100 درهم عندنا فيهم حجم واحد في هذا اللون عندنا عاوتاني شكل اخر في نفس هادو ديال الجرانيت ديال السيراميك سيراميك عفوا هادو السيراميك هادي الصغيره كدير 70 درهم الكبيره كدير 90 درهم عندنا كذلك هاد لي كاسخول اللي كيمشيو حتى هما ديال السيراميك فيهم خمسه شحال كيديروا 360 درهم 360 درهم عندنا هذا الموديل حتى هو بحالو نفس الموديل هو في لون اخر مختلفين وكاين كذلك ديال اينوكس وكاينين ديال اينوكس الناس اللي غيسولوني على الاينوكس ها هما تاهما متوفرين هادو كيديروا الدين ديالهم كاين اختلاف في الماكينه وفي الدين ديالهم ايه الدين كيبقى 295 295 في الشكل الاخر 300 درهم وهادو كيديروا 300 درهم هادو اليد ديالهم كتجي بحال هكا وهادو كتجي غير هكا سامبل الوغ بالنسبه للمقالي هاد الكبار هادو مقالي كاينين كاينين متوفرين دابا حاليا راه متوفرين هادو الصغار 90 درهم 90 درهم واللي تابعها 100 درهم وكاين الحجم اللي تابعو 120 درهم 120 والحجم الكبير 150 درهم 150 درهم بمعنى ديال 30 سنتيم 30 سنتيم يعني اربعة القطع متوفرين فيهم من 18 حتى ل 30 حتى ل 30 سنتيم متوفرين فيهم هاد اللون وفيهم هاد اللون فوالا كاين فيهم ثلاثة اللونات عندنا البوغدو عندنا الكري وعندنا هذا اللي كيجي بحال 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 البرونز هادو الكبار حتى هما نفسهم هذا ما بقاش هاد اللون هذا كاين عيل كبيره ديالهم هي اللي بقات مازال الالوان الاخرين راه كاينين هانتوما اللي متوفر اكثريه هو اللون هو البوغدو والكري والكري الثمن ديال هادي شحال كدير؟ كتبقى 150 درهم كدير كلا 150 درهم 30 سنتيم وعندنا هادي المقيله اللي كتجي شوايه فوالا هادي شحال تدير في الثمن؟ 230 درهم 230 درهم هادو كلهم سيراميك كلهم سيراميك هادو تبارك الله حتى الجوده ديالهم جوده عاليه الجوده ديالهم فوالا الوغ غادي نختم لكم بهذا لونسومبل ديال المميسات اللي تيجيو المماس كيجيو فيها المماس كيجيو فيها تالي ديال العيد الكبير فيها المقاس فيها هذه باش كتقشري البطاطا فيها حتى واحد الموس صغير الوغ فيها خمسه ديال المماس واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ديال المماس مع هذه اللي كنخدموا بها في العيد الكبير مع المقص مع الكريشور اللي كت ديال اللي كتقشر البطاطا ولا كتقشري بها الديسير شوفوا ليا عندنا فيها النواغ وعندنا فيها الابيض الثمن ديالها شحال كتبقى هذه 250 درهم ثمنها 200 250 درهم غادي تبقى لكم ثمنها ميزه تبارك الله عليك خويا رضوان